الآن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض التي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن مكونات مجمع المستشفيات من اللواء الطبيب خالد الخولي قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل، حيث أوضح الخولي أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي جرى إنشاء مجمع القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة إجمالية 4000، بالإضافة إلى 5 مستشفيات منها 3 ميدانية ومستشفيان للعزل بطاقة 1000 سرير إقامة، منها 40 سريرا للرعاية المركزة مزودة ب 24 جهاز تنفس صناعي. أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 63,923 إصابة و 2700 وفيات وثمانية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 1168 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، ووفاة 88 حالة جديدة. وأشار مجاهد إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 18,658 حالة، من ضمنهم 17,140 متعافيا. أعلنت البرازيل تسجيل 38,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأشارت الصحة البرازيلية إلى أنه بتلك الحصيلة يرتفع إجمالي المصابين إلى ما يزيد على 1,313 شخصا. وأضافت الصحة تسجيل 1,100 وفيات وتسع، ليصل الإجمالي إلى 57,070 حالة. أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده لن تتسامح مطلقا مع أعمال العنف والشغب التي ارتكبها الأتراك والأكراد في فيينا. وأوضح كورتس في تصريحات له أنه على مدار 4 أيام متتالية اشتبك متظاهرون أكراد مع الأتراك في شوارع فيينا، مما تطلب الدفع بأعداد ضخمة من الشرطة للسيطرة على أعمال الشغب والتخريب، كما حدثت إصابات بين الناس، مضيفا أنه قرر اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الأحداث وفرض هيبة الدولة وعدم اتباع سياسة التسامح مع هذه الأفعال. لقي شخص حتفه وأصيب آخر في إطلاق نار وقع في متنزه جيفرسون سكوير بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. وذكرت إدارة شرطة لويفيل أن البلاغات عن إطلاق النار في المتنزه وصلتها في الساعة 9 من مساء أمس، مضيفة في بيان لها أنها تلقت مكالمات عن أن أفراد من الشرطة كانوا في المتنزه يقدمون إسعافات لإنقاذ حياة رجل لكنه توفى في موقع الأحداث، مشيرا إلى أن الشرطة أخلت المتنزه وأن محققين جنائيين يتحرون الأمر.